مرحبا، الله يسعد اوقاتكم جميعا. اليوم حنعمل مع بعض طبق حلو من مطبخ تركي، الماغنوليا. المكونات اللي بنحتاجها لهالوصفه حاقلكم المقادير وانا مجهزتهم اوريدي، يعني 5 كاسات حليب، 4 معالق طحين، 3/4 لكاسة سكر، ممكن إذا بتحبي يكون أحلى من هيك ممكن يعني كاسة وربع مثل ما أنا هلأ عاملة، بس هيدا أنت بتتحكمي قد إيه بدك إياه، مايل إنه للحلاوة أو أخف حسب أنت أو شو المطلوب بالبيت شو بيحبوا. كريمة هي بتيجي العلبة 170 غرام، أنا تقريبا أخذت 3/4 لأنه هي الوصفة يعني الكريمة بتطيبها، تعطيها نكهة ومذاق حلو. وفانيليا بعدين حنشوف كيف بدنا نحطها، وراح نبدأ على طول. طبعا الطبق حنشوف كيف، بسكويت تقريبا باكيت مجهزينها بهي الطريقة بالخلاط أنا عملتها، بس بدك تنتبهي إنه ما كتير تنعم يعني مشان تعطي شكل وتقرش شوي. وكمان كاسة بندق بنفس الطريقة عملتها بالخلاط وما خليتها كتير، يعني انه كمان تعطي تبين انها بتقرط شوي وبتقرمش. رح نبدأ على طول ونحط حليباتنا، وحنحط الطحين اللي قلنا هني 4 معالق، طبعا انت بس تعرفي لا بتتحكمي بالمقادير، لو بتنقصي بتزودي سكر كريمة طحين. كاسة سكر وانا بحبوها شوي حلوة، كاسة ونص بيضة، والكريمة كلهم بنحطهم مع بعض قبل ما نبلش نشغل تحتهم الغاز. بدنا نحطهم على نار خفيفة ونضلنا عم نحرك بهاي الوصفة ليدوبوا يختلطوا المكونات كلها مع بعض ويبلش يسخن معنا. بدك تضلك عم تحركي لحتى المكونات كلها تتجانس مع بعضها. يبلشوا يدوبوا شوي شوي، كل ما سخن الحليب تحسيهم انه يختلطوا مع بعض تماما. في ناس بيحطوا لهي الوصفة نشا يعني هيك زيادة انه ممكن، بس حتى هيك بتزبط وبيمسك. هلا بتشوفوا كيف انه بيصير شوي جامد،
النشا يعني اختياري انا بشوفه، ممكن ينحط وممكن لا. راح نضل عم نحرك يدوب الخليط كله مع بعضه، ونرجع نشوف الخطوة اللي بعدها. وهيك مثل ما شايفين بعد التحريك المستمر على نار خفيفة جمدات، عشان هيك انا قلت يعني انه ما بتحتاج لنشا، بس ممكن في ناس بيحبوا طعمته. مثلا هنحط ظرف فانيليا الريحة. بدك تحطي هيك كم نقطة مع زهر، هي من عندي، هي انه ما جايب وصفتها، بس مع زهر كمان له ريحة ونكهة طيبة. صارت جاهزة، بدنا نطفي تحتها ونشوف كيف بدنا نسكبها، يعني هيك تبرد لها شوي صغيرة بس، ونجهز كاساتنا للسكب. جهزنا، هنخلط البسكويت نوقتها باكيت مع كاسة بندق، كله هيدا بتتحكمي انتي بكميته، بس يعني البندق كل ما كان اكتر كل ما كان اطيب. نبلش نسكب، وبدنا نزينها بالفراولة. شكل فراولات عندي انا كبار اسم الله. ما شاء الله عن جد كبار. بدنا نصب خليطنا اللي عملناه، شفتوا كيف صار جامد؟ مشان هيك ما بيحتاج نشا. مثل ما قلت لكم الحلا قد ايه بدك سكر، هيدا انتي بتحددي، ما الا تتأيدي يعني بالمقدار، لانه كل واحد ناس بيحبوها حلوة وناس بيحبوها وسط. هلا بينزلوا لتحت، بلش يبين شكلها. بدك تحطيها بكاسة كمان، هلا بنعملها بكاسة، تختاري بعدين الشكل اللي بدك اياه. نرجع منحط على وشها، البندق والبسكويت. انا مغرقتها يعني، صاحب هالزبدية بيكيف، بس
بالذات مع الفراولة اللي اسم الله كبيرة. راحت كمان بهاي الكاسة نفس الطريقة، انتو بتحطوا حسب شو متوفر عندك. هي اساسا تركيا انا شفتها بكاسات هيك جاية، بس انا قلت كمان شكلها هي الزبدية حلو يعني. خلينا نحط بهاي الكاسة ونرجع. وهيك وصفتنا صارت جاهزة على آخر. إن شاء الله ألف صحة وهنا. بتحطيها بالطريقة اللي بتحبيها، يعني حسب عندك كاسة أو زبدية، شكلين حلوين يعني. بس أنا كان إنه الفراولة قطعة كبيرة، يعني إنه أصغر مشان تاخد أكتر كمية من الحليب اللي عملناه مع الخليط. طبعا الحليب واللي حطينا معه طحين وسكر والى اخره. واخر شيء بقول لك انه بدك اياها بحلقة اقل بتقللي السكر، بدك اياها اكثر هذا الشيء بيرجع لك. الكريمه انا زدت اكثر من عيارها لانه بحب نكهتها، يعني بتعطيها طعم للحلويات. شكلها بشهي، وان شاء الله يا رب تعملوها وبتزبط. هي سهلة تسعدوا عائلتكم. طبعا هي بتنحط بالبراد، هي وباردة بتكون أطيب يعني. ألف هنا وبأمان الله.